شكرا لك يا محمد على هذه الوقفة الرياضية. برحب بحضراتكم من جديد. أكيد الأيام دي أيام مختلفة في السنة، العشر أيام من ذي الحجة يعني الأقسم عليهم ربنا سبحانه وتعالى. أعتقد هذه الأيام يعني لها فضل كبير جدا، صيام هذه الأيام وإن كان لم يرد في نص صريح بصيامهم أو حتى ورد سنة نبوية على رسول الله عليه السلام إن هو يصوم الأيام وإن كان صمم من أيام متقطعة، لكن هي أيام ذات فضل كبير جدا جدا، وبالتحديد يعني الحفلة الكبيرة أو العرس الكبير أو يومنا الكبير اللي نحتفل به هي وقفة عرفات، حينما يعني تكون الدعوة مستجابة ومن صام هذا اليوم بيكفر سنة ماضية وسنة قادمة. ربنا تقبل صالح الأعمال دايما. خلينا رحب بضيفنا الكريم عشان نستفيد أكبر قدر ممكن من بعض الأسئلة اللي احنا ممكن نسألها وكمان فضل هذه الأيام. بيشرفنا بالحضور دكتور محمد الجعفري من علماء الأزهر الشريف. بيشرفنا يا دكتور. مرحبا بك. كل سنة حضرتك طيب. كل سنة حضرتك طيب. المشاهدين الله يخليك. اسمح لنا بس نخرج لهذا التقرير ونتواصل بإذن الله في الحوار. متابعة. من كل فج عميق يتدفق ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، وقلوبهم تلهج بالثناء لله وحده لا شريك له. ويرفع الحجاج الذين يرتدون ملابس الإحرام المعروفة أصواتهم بالتلبية والدعاء لدى دخولهم المسجد الحرام في مكة ومشاهدتهم الكعبة التي يولون وجوههم صوبها. وتبدأ مناسك الحج يوم التروية في 8 من ذي الحجة، ويليه يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، ويتبعه يوم النحر ثم أيام التشريق، وبعدها يبدأ الحجاج في العودة إلى ديارهم وهم آملين أن يكونوا قد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ويرتبط بفريضة الحج الكثير من القضايا الفقهية، ومن بينها حج الإنابة، حيث حدد الفقهاء مجموعة من الشروط للحج عن الغير، ومن بينها نية النائب عن الأصيل عند الإحرام، لأن النائب يحج عن الأصيل لا عن نفسه، فلا بد من نيته، كأن يقول أحرمت عن فلان أو لبيك عن فلان، وهذا الشرط متفق عليه. ومن بين شروط حج الإنابة أن يكون الأصيل عاجزا عن أداء الحج بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بأن كان صحيح البدن وله مال فلا يجوز حج غيره. وأيضا أن يستمر العجز كالمرض إلى موت، فلو زال العجز قبل الموت له لا يجوز له حج النائب، لأن جواز الحج عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجى شفاؤه فيتقيد الجواز به. كما اشترط بعض الفقهاء أن يحرم النائب على النحو الذي طلب به الأصيل، فلو اعتمر مثلا وقد أمره بالحج فلا يجوز ذلك له، كما أنه يجب أن يكون الحاج قد حج عن نفسه قبل الحج عن غيره عند الشافعية والحنابلة. ويقول بعض الفقهاء إنه إذا مات المسلم ولم يقضي فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن تؤدى الفريضة عنه من ماله سواء أوصى بذلك أو لم يوص. مرحبا بحضرتكم من جديد وبجدد ترحيب مرة أخرى بضيفنا الكريم دكتور محمد الجعفري من علماء الأزهر الشريف. شرفنا بحضرتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. المشاهدين في الحقيقة أنا عايز أتكلم قبل ما نخش في موضوع الإنابة وحج الإنابة والموضوع الجدلي ده شوية، عايزين نتكلم عن فضائل العشر أيام الأوائل من ذي الحجة. لهم فضل كبير جدا، لهم أيام يعني مستجابة الدعاء وأيام ذو فضل كبير يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المشرع الأعظم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر كلام السماء للأرض وآخر نداء من الله للمخلوقات أو للبشر هو القرآن الكريم، وآخر أمر جاء بإكمال المنة والمنحة والعطية والهبة كان في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا حدث في حجة الإسلام، حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، دلالة على أن الفترة المكية كانت فترة عقيدة
والفترة المدنية كانت فترة بناء الدولة والدعوة والقيم والمبادئ والأسس للبشرية بأجمعها، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي في المدينة علم الصحابة كل شيء، ونزل عليه القرآن في كل ما يمر ما تمر به البشرية إلى يوم القيامة. وبقيت النقطة الأخيرة هي أن يحج رسول الله، أن يحج رسول الله حج. لذلك جاء أحد اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له: يهودي يا أمير المؤمنين، آية عندكم في كتاب الله لو نزلت عندنا لجعلناها عيدا. قال له: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال له: أعرف متى نزلت وكيف نزلت وكنت حاضرا. نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع على رسول الله، وهو عيدنا الأكبر، دلالة على أن ميراث الأمم وميراث البشرية عندنا الشهادتين أو الشهادتان والصيام والزكاة، الشهادتين والصيام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، بني الإسلام على خمس. هذه القواعد الأساسية. ثم بعد ذلك تأتي منحة الله لهذه الأمة في أن يجعل لها مواسم خير ومواطن رضا وأوقات قبول. إن الله فضل بعض الأمكنة على بعض، طبعا، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الناس على بعض. من فضل الله على أمة النبي أنك ما خرجت من موسم خير إلا ودخلت في موسم خير آخر. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. أنت منذ شهرين كنت في رمضان، خرجت من رمضان إلى أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، دلالة على أن العقيدة والعبادة والمعاملة السلوكيات الأخلاقيات مرتبطة ببعضها. عندما ينفصل جانب العقيدة عن جانب العبادة عن جانب الأخلاقيات تحدث كارثة، خلل. نعم، أنا أرى منك تؤدي العبادة ولكن في المعاملة أنت لست هنا أو هو ليس هنا. النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: يصل المرء بحسن خلقه ما لم يصل إليه الصائم والقائم. لما كان بين أصحابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع، لا درهم ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعدد، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا إلى أن عدد، فيؤخذ من هذا يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. دلالة على أننا في أيام من الممكن أن نغير الأقدار، من الممكن أن ندفع القضاء، من الممكن أن نستمطر السماء، من الممكن أن تزداد الأرزاق، أن نقبل على الله بقلوب صافية. أول ما من هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. دلالة إن لربكم، لا بد أن ننتبه. الأعمال عظيمة جدا، طب ما هي الأعمال التي وجب علينا أن نفعلها في الأيام المباركات؟ في عندما فضل بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة، فاتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن أنا في أيام مباركة ماذا أفعل لأحوز رضا الله جل وعلا؟ بالضبط كده. الأمر الأول إصلاح القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم. لذلك علماء التربية، علماء التزكية اهتموا بالقلوب أولا. علماء الظاهر أدون مواعظ
ولكن نريد من يخاطب، أريد من يخاطب قلبي حتى تنقشع الغمة والظلمة عن قلبي فأقبل على الله، لأن الله يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا في احتياج لمن يأخذ بيدي يوقفني على الطريق الصحيح، كيف أبدأ ومن أين أبدأ وبماذا أبدأ والاستمرار لابد. لذلك الصحبة الصالحة أو الرحمن فاسأل به خبيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون. أنا أحتاج إلى عالم رباني يخرج كلامه من قلبه. متى يخرج كلام العالم من قلبه؟ إذا استقام قلبه مع ربه، إذا عمل بما علم. يا أيها الذين آمنوا، الله مولانا يقول لك ده في قبول. نعم. ربنا مبارك فيه، ده كلامه دخل القلب على طول. جميل. لماذا؟ لأنه أصلح قلبه وعقله وروحه ونفسه وذاتيته وأخلص. وأصلح لسانه ولم يدخل حراما إلى جوفه، فاستقام مع حضرة ربه فرزقه الحق القبول. إزاي؟ عندنا النص: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت هنا نقطة. إذا أحبه الحق جل وعلا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ يوضع له القبول في الأرض. حضرتك بتحصل، بتكون ماشي كده ترى واحد السماحة على وجهه والبشر في محياه والبسمة لا تفارق شفتاه، انت بتعمل ايه؟ بتلاقي نفسك في انجذاب كده. صح. كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. احنا في أشد الحاجة في هذه المواسم الخيرية أو مواسم الخير أو مواسم البركات أن نبدأ بإصلاح القلوب. من إيه؟ من الحقد ومن الحسد ومن البغضاء ومن المعاداة ومن الكبر ومن الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التعالي على الفقراء: اجعلوا لكم يدا عند الفقراء فإن لهم دولة يوم القيامة. الآن انقسمت الأمور، خرجت على نطاق السيطرة. لماذا؟ لأننا نؤدي العبادات. واحد بيروح راح حج، أنا رحت حجيت مرة مثلا، عندي مال عاوز أروح تاني وتاني، لا أخرج بيها حد فقير تكسب الصلاة أكثر. أعطي لقمة لفقير في مجتمع الفقراء وصلوا إلى مرحلة انهيار. صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن. أنت هتروح أنت بلذتك عاوز تنفذ رغبة ليك وتبقى فرحان أنك تديت حج مرة واثنين وثلاثة، وهناك من لا يجد القوت. لا طبعا، لا طبعا. واحد بيروح عمره كل شهرين ثلاثة أربعة، لا. إذن لذلك ربنا بيقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أولا بأخفف العدد، ثانيا بأطعم فقير، بأكسو عريان، بأسد حاجة محتاج. من لهؤلاء؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب فضيلة الدكتور، برضو عايزين نتكلم عن بس أسئلة، احنا خلاص الوقت قدامنا ما بيكونش كتير، عايزين نسأل أسئلة تكون إجاباتها تلغرافية عشان ناخد أكبر أكبر قدر ممكن. لو اتكلمنا عن حج أو حكم الإنابة، يعني حج الإنابة أو حكم الحج في الإنابة، ده من الحاجات اللي هي الجدلية جدا في هذه الفترة، فبيصح حج البدل عن القادر إذا كان يقتدر ببدنه وجسده أنه يحج أنه يوكل أحد في الحج، ولا ده لا يصح؟ جمهور الفقهاء قالوا إذا كان قادرا بدنيا وماليا فلا يجوز له، عن جمهور الفقهاء إن كان في رأي تاني، لا يجوز له أن ينيب. ما الذي يمنعه أن يذهب؟ لربما في ذهابه مغفرة للذنوبه، لربما هو يظن بالوقت على الله. من الذي أعطاه المال وأعطاه الصحة وأعطاه الوقت؟ الله. فكيف أظن به؟ قال الفقهاء، جمهور الفقهاء، على أنه لا يجوز الإنابة عن رجل لديه قدرة مالية وقدرة بدنية. متى يصح؟
يصح عن المريض أو صاحب الضرورة، بس المريض الذي لا يرجى شفاؤه طبعا، وعن الميت وعن من أوصى وميت لم يوصي، هؤلاء يجوز، ولكن بشرط أن يكون من يحج عنهم بإنابة أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمع في حجة الوداع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي أحججت عن نفسك؟ قال له لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن مش في نفس المرة يا مولانا. لا لا يجوز الجمع بين الجمع لنفسي والجمع إنابة لغيري، لأن الحج بنية واحدة. يجوز جمع الحج مع العمرة القران، ويجوز التمتع من العمرة إلى الحج، ويجوز الإفراد وهو حجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن أجمع حجي مع حج غيري لا، هذه فريضة مستقلة، إما أن أحج عن نفسي أو أن بعد أن أحج عن نفسي أن أحج عن غيري في عام آخر. طبعا في عام آخر. لا يا فندم، ده أصل بنية واحدة مستقلة. لبيك اللهم لبيك عن نفسي، اللهم حج لبيك عن نفسي حجا مفردا، لبيك متمتعا، لبيك قارنا، لبيك عن فلان. يعني هذه النية لا يجوز. طيب مولانا، لو واحد عاجز مثلا ماليا عن السفر للحج أو ما بيقدرش يحج لأنه غير مقتدر ماليا، هل هنا ممكن لو جمع مثلا جزء ماله حد مسافر يقول له طب حج لي معاك؟ إزاي؟ لا يجوز. إزاي؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. العلماء قالوا بتيسر الزاد والراحلة بزمننا ده تكاليف السفر، في حج جمعيات، في حج سياحة، في حج جرعة، في كذا حاجة. طب مولانا قبل ما نتجاوز معلش النقطة بتاعت القدرة المالية، لو هو مثلا يمتلك فلوس الحج، نعم، يعني هو يمتلك فلوس هذا الحج، لكن عنده مثلا مقارب أخرى مهمة بوجهة نظر أنها مهمة، ماشي، يقضي فريضة الحج ويسقطها عنه ولا يؤدي المهام الأخرى اللي تقع على عقب؟ ننظر في الأمر أيهما أشد حاجة. فلنفرض جدلا واحد ما عندوش سكن، أو سكنه قايل للسقوط، أو أنه ساكن إيجار عاوز يسكن ملك، أو أنه عاوز يعف ابنه أو يزوجه، ما الذي يفعل؟ هنا قالوا تقدر الفتوى زمانا ومكانا وشخصا، بننظر في حال الشخص ما هو الأمر المفروض عليه، هل هو في ضرورة قصوى لما يحتاجه من أموال الحج، أم أنه يريد أن يحج؟ لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة أو بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. خبث الحديد دلالة على إيه؟ على أنني إذا تيسر لي أموال الحج أو نفقات الحج أو قدرتي المالية على الحج أحج أولا ما لم يكن الأمر الآخر أشد ضرورة وأخشى على فوات حياتي عليه أو يصيبني ضرر أشد. تمام. ولكن الحج مع الاستطاعة وأن يملك تكاليف الحج. بس إذا ما كانش لا يملك وما عليهوش حرج. لا شيء. لمن لا شيء عليه. لمن استطاع إليه سبيل. النص واضح يعني. صلى على الرسول. عليه الصلاة والسلام. الشهادتين على أي حد؟ طبعا. الصلاة. على أي حد؟ ما صلي واقف جالس على جنب. بعينيه. الزكاة. على المقتدر. لمن كان يملك نصابا وحال عليه الحول. الصيام. وأن تصوموا خير لكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الحج لمن استطاع النص لمن استطاع إليه سبيلا. فيش اجتهاد بقى فيه خالص يا فندم. لا اجتهاد مع النص، هكذا قال الفقهاء الأصول، لا اجتهاد مع النص. ولكن دائما نحن قلنا القاعدة الأصولية تقدر الفتوى زمانا ومكانا وشخصا. هذه أيام مباركة وجب علينا أن ننتبه فيها وأن نعود إلى الله، لأن الله طيب فضلتك برضه عايزين نتكلم، هل يجوز مثلا للمرأة ان هي توكل في الحج عن الرجل، وكذلك هل يجوز للرجل ان يوكل في الحج عن المرأة؟ قالوا يجوز. قالوا يجوز. قالوا يجوز في الناحيتين. في الناحيتين ليه؟ المرأة في حالة واحدة هي نصف الرجل، في حال الميراث الشهادة فقط. نعم، حالة الشهادة فقط، لا في الشهادة والميراث، الميراث طبعا. طيب فلنفرض انني اوكلت امرأة، زوجتي، أمي، أختي، بنتي، قالوا يجوز مع الدائرة الضيقة. واخد بال حضرتك، بعض الفقهاء قال ذلك، فما فيش مشكلة.
وان ان 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 وان احج عن امرأة اخرى او تحج اختي عني، ما فيش فيها مشكلة. لا 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 لا. طيب اذا كان واحد مقتدر ماليا يا مولانا وما خرجش للحج قبل وفاته، يعني هو مقتدر ولم يخرج الحج قبل وفاته، هل هنا وجب ان يجنب نصيب الحج من ماله ويوكل احد الاشخاص للحج عنه، وده الزام على الورثة ولا ده غير ملزم؟ رأي الفقهاء قالوا ان كان له ميراث اوصى او لم يوصي أخرج ثمن أو نفقات الحج من ميراثه ويحج أحد عنه حتى وإن لم يوصي بذلك، لأن ذلك حق الله في ماله لمن استطاع إليه سبيله. هذا لم يستطع ولم يفعل، ولكن وجب عليهم أن يجنبوا جزءا من ثروته ليذهب أحد للحج عنه وإن لم يوصي بذلك. ده يعني ما فيش فيها نقاش. لا ما فيش كلام في حاجة. طيب فكرة ان حضرتك مثلا توكيل التوكيل، يعني انا وكلت حضرتك انك تحج عني وانت حضرتك وكلت اخر بدون الرجوع ليا. لا، هو المسلمون عند شروطهم، لكن فلنفرض جدلا انك قد اوكلتني انا وانا حدث معي عذر قهري منعني من الاداء، اما مرض واما امر صعب، واخد بال سعادتك، يجوز لي أن 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 أوكل الغير. طيب هل الذي أوكلني حي أم توفي؟ يبقى نرجع في القضية دي. إذا كان حيا وجب إعلامه، لأنه ليس القضية في الشخص وإنما من يقوم بالعمل. يبقى إذن في حالة، فلنفرض أنا كلفت بعمل وأنا لم أستطع أداء هذا العمل لعذر شرعي أو لعذر قهري أو لضرورة قصوى، قال العلماء يجوز لمن أنيب في أمر أن ينيب غيره بشرط إن كان الذي أنابه حيا أن يعلمه بذلك، وإن كان توفي يبرأ إلى الله، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. القضية في أداء الفعل وليس في الأشخاص المؤدون للفعل. في الحقيقة يعني كان نفسنا الحديث يطول مع حضرتك عن فضائل هذا الشهر الكريم وفضائل كمان الأيام العشر من ذي الحجة. نشكر حضرتك، شرفتنا جدا بالحضور. تقبل الله منا، ربنا يتقبل منا دايما صالح الأعمال. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الجعفري من علماء الأزهر الشريف، شرفتنا يا فندم. إذا مشاهدينا الكرام، بنخرج الآن لموجز الأخبار مع زميلنا نرمين خليل.